بس اوعيكم مو تتخانقوا. لك هيلين هيفي، لك حتى صباح العيد هيفي. هيفي ما بتضرب يوم ليلة العيد. هاي جايين على الكوافير انا والبنات. هيفي شو بدك ماما تحطي على شعرك؟ بدك تحطي هاي الخصلة؟ هيلي ماما انتي ازرق ولا بياض؟ تمام. شو ليليان؟ سندة. ليليان انتي اي لون بدك ماما؟ بدك رمزي. تمام. هون عم بتثبت لها الخصل لهيلين. كتير حلو ما شاء الله، كتير حلو. يا ريت لو هيك نحط لها كتير خصل. جيني كيف صار هيلين؟ هون كمان؟ كتير كتير حلو. شو حلو اللون. هيفي كمان صار دور ليليان. ما شاء الله شعرها صار ما احلى. واو ان شاء الله بكره ما يخرب. اوه شوف السكاكر هذول كلهم شوكولا. هاي شوكولا مره. يا سلام. هيفي فرجينا شلون عم تعمليهم. ايوه ايه ايه حطي شوكولا كمان. واو شوفوا الشنطة الصغيرة تبع التوزيعات، ضلها تحطي عليها ستيكر على فكرة. يا ريت لو كاتبين عليهم عيد مبارك مو؟ ما شاء الله شوفوا البنات كل هدول عملوهم توزيعات العيد. صباح ألف خير. يا صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير. هيفي ماما، بس ماما صارت الساعة 9:15. هيلين يا هيلين. هيلين ماما، هيفي ماما، جنايدن أمي أمي، الدنيا عيد ما بدت فيه. هيلين انزلي 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 فيقية لهيفي ضربية حتى. قوموا يلا افطروا. هادين صباح الخير. هلا فايقة من النوم. صباح الخير جمال، كل عام وانت بخير. ما شاء الله عليه جمال فايق ولابس وكل شيء. عبد الله هلا فايق. عبد الله عبد الله شوفي هيلي، ها قال اجوا الاولاد مشان ياخذوا سكاكر، عم يلفوا بالحارات وعم يجوا مشان ياخذوا عيديه وهيك. شوفي عبد الله ليش عم تاخذ هالسكاكر؟ هرب. اجوا بنات مشان يعيدونا هيلين. كل عام وانتم بألف خير. ليليان صباح الخير ماما. ليليان ليليان خذي ضيفيا للولاد، ضيفيا صلى عوافي وكل عام وانتم بخير. هاي تاني مرة عبد الله عم يسرق سكاكر ويروح. عبد الله شايف جمال؟ اجت هاي كمان، هدول صار 3 مرات عم يدوروا كل مرة واحدة عم تزيد عليها. تمام قلة قلة. باي باي. فطور جاهز، تعالوا افطروا يا بنات. عملت لكم شيء سريع، هلا بتروحوا على بيت تيتا هيك بتتغدوا على السريع. وين هيفي؟ لساتها نايمة لتكون. والله حتى وينها؟ نايمة لسه؟ دي موتة. بس شو؟ قايمة والله، فكرت إنه لساتها نايمة كنت رح أضربها. شوفوا الغرفة تبعهم رجعت تكركبت. قومي هيفي. طلعي. هادي. قومي. قومي هيفي. هيفي نايمة بالحمام هيفي. جمال قاعد ياكل كمان. قال لسه تأثير الصيام مأثر عليهم ومفكرين حالهم صايمين مو هيلي؟ ايه لسه مفكرة حالي صايمة لساتها. بس اوعى بس اوعيكم مو تتخانقوا. لك هيلين هيفي، لك حتى صباح العيد هيفي. هيفي ما تضرب. هيفي ليش عم تضربي يا ماما؟ لك بس لك البسي اواعي العيد. لا هيفي لا 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 بتخربي شعرها، خربي شعراتها، ما فيني اعمل لها اياهم امبارح عملناهم لسه. قومي البسي اواعيك يلا. هيفي 1 2 3. واو يلا البنطلون كمان. هيفي 1 2. هيفي صارت جاهزة تقريبا، ضل اعمل لها شعراتها. لفي لفي. واو هيلين
هيلين هانم صار دورك ماما. يلا واحدة واحدة، هلا بعدين ليليانو. هذا هيلين بير اكي. اوه البنطلون لبسته هيلين. وين القميص جملك؟ هون القميص تبعها كمان. عبد الله واقف عم يتفرج. يلا هيلين، واحد اثنين ثلاثة. واو ما شاء الله عليكي بتجنني. هلا صار دور ليليان، بدي لبسها وبعدين بدي اعمل شعر هيفي. الطقم تبع ليليان الجينز طلع عليها صغير، فرحنا بدلنا لها اياه بهذا. ليليان ليليان فرجينا، كثير كثير حلو. بدي اعمل شعر هيفي، بدي اياني اعمل لها شعر ستريت. تمام هذا قزم. هيلي وين جراباتك؟ او هيفي طالعه قمر. صحيح امبارح اشترينا لها بوت كمان لهيفي، او ما بعرف شو بيحكوا له، خفافه ما بعرف. ايه بدك تلبسهم على الطقم الثاني ان شاء الله. اوه هاي شعر هيفي كمان عملت لها اياه ستريت. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هدول الخصل اللي عملناه لها اياهم امبارح ضاعوا بين الشعر. رح تعمل كمان الغره تبعها. لفي هيبي فرجينا شعرك من ورا. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله الشعر، صلوا على النبي يا جماعه. ليليان واو ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا ليليان صارت مكمل، يعني صارت بتجنن. حاطه هدول الفراشات كمان. حركي راسك شوي، حركي. اوه ليليان تعرفي شو ضل ماما؟ ماما ضل المناكير. طيب ليليان جيبي المناكير ماما مشان منكر لك ايديكي. تمام. وهي هيلينا ما شاء الله ما شاء الله، صلوا على النبي طالعه قمر. وين اختك الثالثه هديك؟ لسه بدي اغير الطقم كمان. شو ليليانو جابت لي؟ اوه جابه كمان الملمع ليو جلوس. لمين؟ لا لا خليه لليليان كمان. يا عمري لانه انا لابسه زهري بدي تحط من هذا اللي جلوس او الملمع، بدي احط له مناكير. تعي تعي ليلو. هلا صار دور المناكير. هيلين افتحي الباب، اجوا الاولاد. يي مناكير ناشف، ما فيه مناكير. ليليان رح اجيب لك واحد ثاني، هذا ما فيه خالص. تمام شوي كمان هيك. عفري من ليليان بدنا نحط لها مناكير. اول شيء بدي احط على هاي تمام تمام. شوفوا او ما شاء الله حطت المناكير. دور مين؟ دورك انت. هلا بدي منكر ايديها لهيبي كمان. منكر ايديها او يا وبرجع لكم برجع لكم. والمناكير تبع فرجينا فرجينا هيبي. هيلي رح تعملي؟ عم تعملي. اوه هون عم تحط ملمع على اظافرها بس. لفي لفي. واو هيلين عم تحط ملمع، برافو. ما بدها تحط الوان. حطي من هات. حطيتي؟ رجعي حطي. فيديو. اوه صورتي حالك فيديو. تمام حطي كمان بكرة بيدها. ماما يعني اعطي ماما. ايه تمام خلص لا تحطي، عطيني. ايه هيلين فرجيني الملمع. حطت ملمع، خدي الملمع الثاني كمان. يا واحد رح تحطي ماما فرجيني. واو هذا كتير حلو، عم تحط ملمع هيلين. ايبي هدول الملمع تبعك، بدك تحطي المور. تمام حطي، بدك تحطي البنفسجي. واو قال فيه الوان كتير حلوه، فرجيني. امتى بيطلع اللون؟ قال هلا هلا ما طلع. نزمات شكيور. هي هي هيلين هيلين. بونا شوفي بايديكي ماما. تعي 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 تعي. شو هاد؟ عيب. تمام لانه عيد عادي. قال بدهم يحطوا مسكرة. قال اوه والله اللون طلع. فرجيني كيف عم تحطي المسكرة ماما. ما تكتري رموشك بهروا بعدين. يتر يتر. تيتي قال بقلها تيتي لليليان. هيلين هيلين عطيها لهيفي كمان المسكرة. هيفي ما تجلغمي وشك. ها ساذجة شوي. تمام متابعين هيلين وهيفي مشان يعايدون كمان. كل عام وانتم بألف خير يا بنات. كمان اجوا اولاد تانيين من الحارة. ما شاء الله ما شاء الله الاولاد هون كتار.
ضل لسه في اولاد هيلي؟ ما شاء الله. تعي تعي سكري الباب، بدي اخذ لكم كم صوره. اي هيفي، بسم الله يا عمري. عبد الله ولاد لسه لهلا ما لبستهم. ليليان قزم جيل، تعي تعي لجوا. شو هيفي لوين رايحه انت وهيلين هلا؟ اوه بدهم يروحوا كمان يعيدوا العالم اللي بالحاره مثل ما الاولاد اجوا لعندهم. يلا ماما روحوا لبين ما لبس التوأم. صار ظهر. ليليان سندقيت، روحي روحي معاهم. هذا كزن هيلين. هيبي باي، راحوا يعيدوا العالم. عبد الله ولاد بدي لبسكم اواعيكم. هذا بير اكي اتش. هي هادين. اوه الولاد كمان لبسوا اواعيهم. عبد الله وبلات اكل عاو، انتوا بألف خير. ضل مشت شعراتهم. وين شعرك؟ اي. وهلا صار لازم نعطر البيت مشان اذا اجى حدا عيدنا يشم روايح طيبه. وهي اجت هيلين عيدت العالم وجابت سكاكر معاها كمان. هيلين هاتي بخك. كمان صرت جاهزة. أنا كمان جاهزة. شو رأيكم باللوك؟ والله عندي واحد أخضر كمان حبيت ألبسه بس ما لبسته. بابا بابا أجا. جمال وين كنت لهلا؟ جمال جمال كان رايح على المقبرة زار قبر أخوي وأخوه وأبوه كمان وراح صلى صلاة العيد. كل عام وأنت بألف خير. يلا وقفوا بالدور وبوسوا ايد ابوكم. يلا يا اولاد هادين. ما شاء الله. مره ثانيه ماما بوسي ايد ابوكي. اوه عم يعطيهم العيديه كمان. وانا بدي السياره قليل انا بعدين بعطيكم. لا 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 لا, لا. يا جمال اخذوها مني البنات العيديه. غزلان ليش هيك يا عمري؟ لا حراميه. اعطي الولد المصاري تبعه. الله يطول بعمرك يا رب ويخليك فوق راسنا وراس الاولاد. شو جمال لوين بدك بدنا نروح؟ بدنا نروح على بيت ابونا جوزي بعدين على بيت بابا كمان. وكل عام وانتم بخير، بنشوفكم ببيت حماي. يلا باي. هلا رايحين. يلا بنشوفكم ببيت حماي. باي باي. طالعين وهي توزيعات العيد. طبعا ضيفنا اولاد الحاره غير هدول. هدول هيلين رح تاخذهم لاولاد عمها. هذا هيلين فوتوا فوتوا على السياره. لين هيلي جينا هلا او طالعين لبيت سيدرا وطالعين على بيت تيتا. احظنا الاسانسير تبعهم خربان، رح نضطر نمشي على الدرج. هيبي ماما لا تلعبي فيها. اوي لما لا تلعبي ماما. وهي شرف نور معانا كمان، هذا اللوك تبعها ما شاء الله كتير حلو. عبيت تيتا لقينا سيدرا هون وفي عقيد هون وفي توبا هون. كانت رح توقع توبا. سيدرا كل عام وانت بخير. عقيد كل عام وانت بخير. وهي فصلة كمان. وين أليف؟ أليف نردة؟ صحلة صحلة عقيد يا عمري. هيلين جابت لكم عيدانية هي وهيفيها. وهاي أليف كمان. كل عام وانتي بخير. ليليان بوسية لأليف. هذه ليلي ما شاء الله دور رفقات. نزلنا شوي معانا مشان نعطيهم للأولاد اللي هون، الباقي رح آخذهم لعند بيت بابا، عندهم أولاد كتير كمان. خلي تاخذ تنتين. تمام هيلي. وهي العقيد كمان. ليليان اعطيها لفصله كمان. فصله اعطيها لاليف كمان. ليليا هيلي لفصله الصغيره. اوه عقيد رح يضيفكم ما شاء الله. عقيد الله يحميه يا رب. هلا عقيد عم يضيفهم ضيافة العيد. الله يطول بعمرك يا رب حبيبي. ليليان انت كمان خدي. اوه انا كمان بدي. انا بحب هدول. تمام الضم.
اخدت حبيبي. تمام. وهي توبا كمان ما شاء الله. يلا يا بنات هلا طالعين نعايد ماما امي. هيلين جايبه معاها العيديات كمان بدها تعطي بيت اهلي. بتول كل عام وانتي بخير. بتول قال مجمع كل السكاكر بالحاره بس مشان يعني تفوز بمسابقه مين اكثر شيء جمع سكاكر. بتول شو رايك تفرجينا قديش بدي سكاكر؟ هدول تبعات هيفي جيبيهم على هذا الطرف شوي. طبعا نحن هلا ببيت التيتا والجدو فالتقينا مع الاولاد. ما شاء الله بتول. اوه شوفوا مصريات بتول. فرجينا المصاري بتول برا. ما شاء الله. وهدول كمان السكاكر تبعها تبارك الرحمن. ما شاء الله. هيفي ما شاء الله بتول جايبه على قدك مرتين ما شاء الله. ما شاء الله 1000 ليره جمعتي كثير حلو. طيب سيدرا وين السكاكر تبعك شكلها؟ صادة جبس هات صادة جبوه. الشدايتة صغيرة ما كفت سكاكر. سن هيلين هذا قزم بس. هدول اكتبوا لنا بالتعليقات مين اكثر شيء جمع عيدية. مين؟ لا انا بعد هلا مصاري بعتقد سيدرا فازت بس بسكاكر وكمان مع اضافة المصاري بتول. انا بعتقد بتول. اكتبوا لنا بالتعليقات مين الفايز. اجوا على لونا بارك، اجوا على مدينة الملاهي البنات بعد ما خلصوا كل الزيارات. يلا مشوا معي. يلا عبد الله ولات وينهم؟ ليليان كثير بتخاف بتطلط بالسيارة. شوفوا عبد الله ولات كيف عم يركضوا. شو سيدرا؟ سيدرا عم تقول كثير برد. يا بنات يا شوفوا العالم. وين نروح هيلين؟ سيدرا شو تلعبوا؟ كانجورو. هذا الكرت تبعكم. مبسوطين كثير. يلا شوفوا هنيك. يا شوفوا العالم. هيلين هيفي سيدرا فوتوا بهاي. فوتوا بهاي. هاي خطيرة للأولاد. شوق تهلك هيلي قزم. هاي كثير خطيرة ما بيصير. لا بدكم تطلعوا على هاي؟ ما بدهم يفوتوا على هاي. رايحين على اصطدام السيارات. اوه هدول العالم كلهم واقفين على الدور مشان اصطدام السيارات. اطلعوا هلا بيضربوا لك شي سيارة. كوش هاي. لا ما بيصير. يا الله كيف نروح؟ وين؟ البنات واقفين عم يستنوا دورهم يا رب. هيفي واخيرا ركبوا بي وحدة بس هيفي عم تبكي. هيفي هون عم تبكي. اغلما لا تبكي ماما. ما تبكي عمري لا تبكي. هيفي هلا بخليك تركبي مع هيلي المرة. تمام شو ماما؟ بدك مع سيدرا؟ تمام خليه يلعبوا هلا ويطلعوا بخليك تركبي ما تبكي. الله ما جنن. هيلين وسيدرا بين هالعجقة. هيلين فو القمر عم يبكي. يا عمري شوفي اختك. هاي هدول ما عم ينزلوا ما عم يعطوا دور لحدا. هيفي مسعوشة كثير وزعلانة. تفضلي شو صارون؟ وليد تعبت. شو بيخوف والله. واحدة من المتابعين عم ياخذوا صورة معاها هي واخوها. ما شاء الله عم ياخذوا صور مع بعض.
عم يصوركم فيديو فيديو قزم ما شاء الله عليها. هيفي لسه زعلانة. سيدرا وهيفي بدهم يركبوا بهاي. هيفي بدنا نفرحها لهيفي لأنه كانت عم تبكي. هذا هيلين. هيلين عم يخافوا. هيلين وسيد قصدي هيفي وسيدرا خايفين. قوركماين ما تخافوا يا بنات خايفين. هيلين ما شاء الله مو خايفة. هيلين هيفي ما عاد يخافوا ما شاء الله عليهم. كوزلار ما شاء الله عليهم مبسوطين كثير اليوم. هيفي الحمد لله انبسطت بهاي اللعبة. باي 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 على البيت بكفي اليوم يا تار. هلا راجعين على البيت. البنات عم يقولوا انه بكره كمان رح نرجع على هون. ما بعرف بقى يا رندت قال بكره كمان رح يجوا بس هيك يعني بس هن مع بعض رح يجيبهم سيلفي يمكن. كتر 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 اي كل عام وانتم بألف خير. بخير هيلين. هذا تاني يوم من العيد. هيلين وسيدرا وهيبي قرروا يطلعوا برا البيت. لوين بدكم تروحوا كمان؟ بدهم يروحوا على لوين بدكم تروحوا؟ بدهم يروحوا على المول. فقومي البسي اواعيكي ليش قاعدة على التلفزيون؟ يلا ماما قومي. وين هيفي؟ عبد الله ولات لبسوا اواعيهم تبع تاني يوم عيد. هيفي 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 ماما هيك الاخضر الفستان؟ واو تمام قومي البسي. سن هيلين بدك تلبسي هدول اواعيكي؟ واو كثير حلوين كمان ها؟ شو ماما بدك يعني شيلها لهي؟ تمام هلا بشيلها لهي الورده بتكرهها. بلبس فستاني الاحمر ولا فستاني الاخضر؟ واحد اثنين ثلاثة واو كثير حلو ما شاء الله. بدك الجراب تبعك الابيض؟ تمام. في لبسة الفستان الاخضر. تعي تعي ليليان غني غنية. بلبس فستاني الاحمر ولا فستاني الاخضر؟ عازمني على السهرة دلينا وين منسهر. بحبه بحبه ما بقدر خبي وعيونه خلت قلبي مثل رماد السيجارة. برام 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 برام. ماما ليش لبستي الجاكيت طيب؟ هيلين عم تفك الضفيرة تبع أول مبارح. هيفي هون مزعوجة شوي كل ما بتشتري جراب بيتقطع فقاعدة عم تبكي كانت. والله العظيم ما بعرف يا ربي ليش هيك عم يعملون رقاق كتير ما فهمت. عم تضحك على شو؟ انت ليه عم تضحكي يا عيب؟ توقعي ما تعملي هيك. اما قالت لي انه بعد شوي رح تجي بس لهلا ما اجت. ليليان ما شاء الله يي يا ريت لو مبارح لبستها هالاواعي. ما شاء الله شوفوا الخصلة اللي حطتها هيلين كيف صايرة كمان كثير حلو ما شاء الله. هاي بلشت تبكي كمان ما بعرف قضينا الفلوق بكي هيفي كل شوي تبكي عشي. هاد لوك ثاني يوم عيد ما شاء الله تبارك الرحمن. هيفي وعبد الله ولات شوف عبد الله عم يرقص. ليليانا هيلين تعي 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 فرجينا شعرك ما شاء الله كثير كثير طلع حلو كثير. اوه ما شاء الله. هلا شو بدنا نقول؟ سيدرا لهلا ما اجت. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا لهلا عم تشوفونا ما تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. هلا كل عام وأنتم بألف خير ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. باي 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 من قلبكم باي.